أهلا وسهلا مشاهدينا، نختتم جولة صباح الشروق بتحليل لأهم الأخبار الواردة صباحا. رفقة الصحفي والمحلل الرياضي محمد الجزولي، ازيك يا محمد؟ صباح الخير. صباح الخير عليكم حمزة علي، وصباح الخير على السادة المشاهدين، ونتمنى ان نقدم فقرة يعني رياضية بمعنى الحرف. نعم، مرحبا بك. نبدأ بالمباراة المرتقبة، مباراة القمة بين الهلال والمريخ، ونتحدث عن إعداد الفريقين واستعداداتهم لهذه المباراة. طبعا المباراة خلاص دخلت مرحلة الأخيرة، إنه بعد 72 ساعة باقي لها يعني في مباراة مساء السابع من مساء السبت على ملعب ساحة الخرطوم. الهلال استعد بشكل جيد للمباراة، تقريبا هو عنده 8 لاعبين مع المنتخب الوطني، فيهم 7 شاركوا وعدا الحارس يونس الطيب. لعب مباراة ودية مع مريخ الفاشل وانتصر 2-1. بعد ذاك كان في تمارين للاعبين البدلاء وتمارين مكثفة صباحية ومسائية بملعب الجوهرة الزرقاء وصالة. افتكر برضه المريخ نفس الشيء، لكن المريخ كان عنده غيابات كثيرة، عنده 6 لاعبين مع المنتخب و6 لاعبين تقريبا كانوا مشاركين في كورتين، آخر كورتين ساو تومي وجنوب افريقيا، يعني يمكن هم 6 لاعبين، لكن كان عنده لاعبين ما بيشاركوا أو بعيدين من اللعب. ظلوا يعني امبارح قيمة مباراة ودية بين المريخ ومريخ الفاشل، ممكن استفاد منها المريخ على المستوى البدني والفني، رغم ان هي مباراه يعني حقيقه حصلت فيها احداث ما كانت تحدث، لانه المباراه خالف فيها الفريقين يعني الضوابط. الاتحاد السوداني كره القدم الوضع على المباراه الوديه صاحبت احداث، لانه اصلا المباراه ما كان فيها حكم، يعني ما فيها الحكم. الاتحاد كان اشترط انه دائما المباراه دي يكون حكام مسجلين ومعروفين ومعروفين الفريقين في الممتاز، لكن الحكام ما كان فيها حكم، تقريبا كان حكم الشوط الاول عضو في الجهاز الفني في الصحافه، الشوط الثاني حكم يعني تقريبا حكم ناشئين، فحصل فيها احداث ومناوشات، لكن في النهايه المريخ استفاد منها. وبعد ذاك الفريقين دخلوا في معسكرات والناس دخلت في جو المباراه وفي حوافز واعداد، وشاهدنا يعني حتى بقي فيها يعني اهتمام اعلامي وجماهيري بالقمه، رغم انه الناس ما زي زمان، يعني ما الشغف بالقمه ما زي زمان، لكن الاهتمام نفس الاهتمام. اها محمد، يعني نشوف اللاعبين اللي شاركوا مع المنتخب صقور الجديان، يعني هذه المشاركه ممكن تكون هي اهلتهم تماما لخوض هذه المباراه، نشوف مدى استعدادهم برضه وجاهزيتهم والاعتماد عليهم او عليهم في هذه المباراه. طبعا عند مباراتين دوليتين كبيرتين، يعني مباراه في السودان مع ساوتيم المنتخب انتصر 4، ومباراه خارج السودان في جنوب يوهانسبرج مع جنوب افريقيا وانتصر خسر بهدف. الفريقين اصلا التشكيله كانت من هلال المريخ مع اضافات، يعني مثلا شرف الدين شيبوب هو كان اللاعب تقريبا الوحيد المشارك، مع بجانب ياسر مزمل وياسين حامد كان سوداني هنا شارك مباراه ساوتومي. على ذاك الهلال عنده 7 لاعبين شاركوا، وهم عبد اللطيف بوي واثر الطاهر والسماو المرغني ونصر الدين الشقيل ابو عاقله ووليد بخيت الشعله. والمريخ عنده 6 لاعبين شاركوا، 5 لاعبين سوري، لانه احمد ادم ما شارك، كان مصاب بالملاريا، رغم انه يعني ما عارف انه الجهاز الفني للمنتخب الوطني اصطحبه معاه في جنوب افريقيا، لكن شارك في المريخ امير كمال ورمضان عجب واحمد حامد التش ومحمد الرشيد. ديل شاركوا في المباراتين للمريخ، 5 لاعبين اللي شاركوا. افتكر اعداد انه يكون انك تلعب مباراتين دوليتين كبيرتين في ظرف يعني 5 ايام، الكره الاولى كانت يوم 13 والكره الثانيه 17، في فائده يعني من الناحيه البدنيه والفنيه، يعني تكون في جاهزيتهم طبعا اكيد جاهزيتهم تكون اعلى، وديل يمكن يفيد الفريقين، يعني اللاعبين كلهم او 7 من الهلال او 5 من المريخ لاعبين مؤثرين في التشكيله واساسيين، حيكون لهم دور كبير في قمه السبت ان شاء الله. نبقى في الهلال، الكارديال يتراجع عن قراره بعدم السماح للالتراس ب يعني دخول استاد متابعه المباريات، هذا القرار برضه ممكن يكون لديه ايضا انعكاس ايجابي على مباراه القمه. ايوه انعكاس ايجابي، استغراب اصلا قرار ما كان له لازمه اصلا في الاصل، يعني الكاردينال ما يعني انت ما في رئيس نادي او عضو في النادي ممكن يعادي جماهير الهلال، الجماهير دي الكره تشجعها بالعاطفه وبالعقل، فانت دعمهم لو تعاملوا بعاطفتهم تعامل بالعقل، يعني انت خلاص يعني مهما حصل انت مرات انت كبير القوم وكبير البيت وكبير النادي، مفترض تكون يعني ذو حكمه وبعيد عن الانفعال والتوتر، لكن نحمد يعني له انه زول هو التراجع عن القرار خطا في مصلحه الجميع، يعني في استقرار في الهلال. الالتراس عنصر مهم جدا في تشجيع في الهلال، يعني هم العنصر الثابت في مدرجات الهلال، في كل مباراه نجد التراس هلال فايز ولا خاسر هم موجودين، يعني التراس مجموعه نشيطه بتضم مجموعه من الشباب المتحمسين طبعا للهلال، وده المجموعه يعني بيشجعوا بحراره وبقوه، وده الهلال يكون منتصر، وممكن ما عجبهم حاجه يعني الطريقه اللي بيدير بها الرئيس النادي، لكن في النهايه نحن حقه نحن برضه نحترم رئيس النادي
الانتخابات نغير الانتخابات ما بالانفعال بتضر الفريق. يعني انت كمشجع دورك انه يحصل في التشجيع وبرضه في التغيير عن طريق الانتخابات باكتساب العضويه. فلكن كون انه خلاص القرار رغم انه الناس كان اخذ حيز من التداول، لكن في النهايه نار خمدت شويه والتراس حتكون متواجده في ملعب الهلال. وهم اصلا حتى هم في يوم قبل رفع القرار كان عمل البروفه بتاع التشجيع بملعب الرديف نادي الهلال، رغم انه كان الناس بتتكلم انه في شرطه حتمنعه، لكن ما حصل اي شيء منهم، ادوا بروفاتهم كالمعتاد وهم بس بيحشدوا في الجمهور للمباراه. طيب في جانب اخر عن المباراه، مباراه القمه كان مقرر ان تلعب في استاد المريخ ولكن تم تحويل استاد الخرطوم نتائج لارضيه ملعب استاد المريخ. في وفد من الكاف حيقوم بتفتيش لاستاد الخرطوم واستاد الجوهره، تحدث عنها قليل. طبعا هو التفتيش من الكاف مع انه علاقه بمباراه المريخ والهلال، دي مباراه محليه. المريخ قدم يعني اعذار، قال انه الملعب غير جاهز، هو حقيقه غير جاهز، لكن المريخ في السنوات الاخيره اعتاد انه ينقل مبارياته دائما مع الهلال الى استاد الخرطوم لاسباب تخص يعني انه ده قرار ودي مباراتهم حرين يوديها في اي ملعب دايرين. الجوهره الزرقاء كان في كلام عن الاضاءه، استاد الخرطوم في كلام عن عدم جاهزيه من ناحيه التامين حاجات كثيره يعني. فكان الكاف اشترط انه يتم مراجعه لجو يعني اضاءه ملعب الهلال، لانه كان في السنه الماضيه كان حصل لها عطل مرتين وتمت مراجعه الاضاءه تقريبا، وهي الان الهلال لعب فيها مباراته مع نيمبا ومباراته مع رايم سبورت الرواندي والمنتخب الوطني لعب فيها مباراه ساوتومي. افتكر انه لكن من باب انه الكاف حريص دائما انه بطولاته تطلع بصوره كويسه، بيفتكر انه دوري ابطال افريقيا هي المنافسه الاولى للانديه في القاره، لازم يكون على مستوى عالي لانه بيتجه الى احتراف واستثمار، فدار تكون الصوره جميله جاذبه للجمهور وللمستثمر وللمعلن، فدار انه دائما يكون ما في شوائب ما في اخطاء. عشان كده عاوز يفتش ويقيف يعني، ارسل مندوب ليبي محمد فتيتا جريميد وصل اليوم فجر انه حيجتمع بالامين العام للاتحاد السوداني لكره القدم الدكتور حسن ابو جبل ومع المدير التنفيذي نادي الهلال والمدير التنفيذي اتحاد الخرطوم عشان يقيف على الترتيبات، وبعد ذلك يزور الملاعب بالليل، لانه الزياره في الجوهره الزرقاء بالذات متعلقه بالاضاءه اكثر من الاضاءه وغرف الفريق الضيف والمدخل الرئيس المدخل، يعني هم بيفتكروا انه يعني عزل المشجعين عن المدخل المتعلق انه بيخشوا الفريق والضيوف بتاع المباراه وطاقم التحكيم، وبرضه حيفتش المستشفيات القريبه من الملعب والفنادق اللي ممكن تقوم فيها الانديه الزايره على التلعب مع الهلال. استاد الخرطوم نفس الشيء بينطبق عليه انه حتكون الزياره له لتفقد الاصلاحات الطالب انه الكاب باجراها، انه المداخل بالذات بتاعت الفريقين انه دخول الفريقين يكون بعيد عن الجمهور والتامين. نعم. حمد الجزولي، احنا شاكرين جدا لحضورك لكل ما افدتنا به من تحليلات، كان في عدد من الاخبار لكن مؤكد حنتابعها يعني في مقبل الحلقات. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا احمد، شكرا ساده المشاهدين، على امل اللقاء ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. حتى نلتقيكم تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدنا ونحن نقول جهدهم والى اللقاء.